جرى الحديث عن توقف أعمال مشروع أو مشاريع صندوق أعمار محافظة ديقار، ما دقة هذه المعلومات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هذه المعلومات غير دقيقة وغير صحيحة بالمرة. مشاريع صندوق أعمار ديقار متواصل العمل فيه ولا يوجد فيها توقف أو تلكؤ. آخر موقف للمشاريع وردنا من شعبة المتابعة في الصندوق بأن هناك 94 مشروع منجز بنسبة 100%، 96 مشروع نسبة إنجاز تفوق 50%، 15 مشروع فقط نسبة إنجاز أقل من 50% اللي هن بوشر بهن في وقت متأخر من عام 2021 أو في بداية عام 2022. الآن إحنا في أحد المواقع الخاصة بمشاريع الصندوق في قضاء تشباش اللي هو مشروع إنشاء شبكات مجاري مياه أمطار وصرف صحي مع محطات رفع 3 في قضاء تشبايش المنفذ من قبل شركة المشاريع النهضة. نسبة الإنجاز وصلت تقريبا 53%. العمل يسير بوتيرة جيدة. العمل يتضمن إنشاء شبكات مجاري مياه أمطار وصرف صحي بطول 15 كيلومتر، أنجز منها لحد الآن 11 كيلومتر، متبقى فقط 4 كيلومترات. محطات رفع 3 الآن احنا في موقع احدى المحطات، جاي تشوفون تلاحظون العمل مستمر فيها. ان شاء الله سينجز العمل في هذه المحطات في وقت قريب، وسينجز العمل في المشروع ككل وفي وقت المحدد اللي راح يقدم خدمة جيدة لابناء مدينة تشبايش، لانه سيسهم في حل مشكلة المجاري في المدينة. وماذا عن مشاريع قضاء الشطرة؟ نعم، حقيقة توجد بعض المشاريع في قضاء الشطرة متوقفة بأسباب خارجة عن إرادة الصندوق. هناك مشروع عن المتوقفات بسبب وجود خطوط مجاري كانت مفروض تنفذ من قبل الشركة الإيرانية اللي أحيل عليها العمل الخاص بإنشاء شبكات مجاري في الشطرة، وهذا عمل وزاري إن شاء الله بس تكمل الشركة، احنا نباشر بالعمل ونجدن المشروعين. أما بالنسبة لمجسرات الشطرة فهي ليست متوقفة ولا متلكية، وإنما هي في طور إعداد التصاميم، وإن شاء الله المكتب الاستشاري الإيطالي كمل التصاميم وسيقدمها لنا في أقرب وقت، وإن شاء الله يتم المباشرة بالعمل في أقرب وقت.